السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم ومع وضعية المشكلة الأم للثالثة المتوسطة، المقطع الثاني الإعلام والمجتمع. طيب السياق، كنت تسمع عبارة الحرب الإعلامية في نقاشات والديك العائلية، وكنت ترى أن الإعلام مجرد وسائل للإخبار والترفيه، لكنك من خلال تصفح المواقع التي تتفجر بملايين المشاهدات لصورة أو مقطع فيديو قصير ويؤثر على مشاعر الملايين وأفكارهم، قررت أن تكتب مقالا تبحث فيه عن تفسيرات لقوة الإعلام وتأثيره في السلوكات والأفكار وتنشره في مجلة المتوسطة. إذن ما زلنا في مع نمط التفسير ونتوسع فيه قليلا. بالنسبة للمهمات، حتى تكتب نصا تفسيريا لابد أن تتمكن من مؤشرات التفسير، تتمكن من خطاطة النمط التفسيري، أحدد بنية النص التفسيري، أعين قرائن التفسير، أتدرب على تصميم فقرة تفسيرية. إذا تعلمت كل هذه الأمور تستطيع أن تكتب فقرة تفسيرية، يعني بمعايير ومؤشرات النمط التفسيري، أنتج فقرة تفسيرية مشافهة وتكون في حصة فهم المنطوق، حصة رقم 2 وهي الشق الشفهي لحل الوضعية المشكلة الأم، وكتابة في حصة حل الوضعية المشكلة الأم في الإنتاج الكتابي بتوظيف الموارد المدرجة. نمط التفسير مهم جدا، التفسير والحجاج تحتاجه كثيرا، يعني هما نمطا السنة الثالثة وتحتاجهما كثيرا في السنة الرابعة. إذا تمكنت من التفسير جيدا لن يختلط عليك مع النمط الحجاجي مرة أخرى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.